مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج صحتك أولا. حلقتنا اليوم تتناول موضوعا رئيسيا يسلط الضوء على أبرز المشاكل التي قد تعترض حياتنا الزوجية مهما كانت قوية. فبناء عائلة بين زوجين من أجمل ما في الحياة، لكن قد تظهر أسباب صحية أو نفسية يكون لها تأثير كبير على مجرى هذه العلاقة. وأحد الأسباب الصحية التي لها دور مباشر في إمكانية فشل الحياة الزوجية هو مرض العقم. العقم هو عدم قدرة الزوجين على إنجاب أطفال بعد عام من الزواج دون استخدام موانع الحمل. فالنساء التي تعدين 35 سنة بحاجة للنظر وتقييم حالتهن بعد 6 أشهر من الزواج. فهناك نسبة تصل إلى نحو 15% من الأزواج الذين يعانون من العقم أو ضعف الخصوبة. تشير أرقام المنظمات الدولية المختصة إلى أن نحو 15% من الأزواج مصابون بالعقم، وأن 1 إلى 2% فقط مصابون بالعقر، أي أنهم غير قادرين على الإنجاب. ونصف من يلجؤون إلى أطبائهم يرزقون بطفل دون الحاجة إلى علاج أو مساعدة طبية. وقد يصيب العقم الرجل مثل ما يصيب المرأة تماماً. وتشير الأرقام إلى أن زوجين من بين كل 5 أزواج تكون مشكلة العقم لديهما مشتركة، وأن 15% منهم لا يتبين وجود سبب للعقم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة، وهذا ما يسمى العقم لأسباب مجهولة. وقد ينظر الأزواج كثيرون إلى العقم كأزمة حقيقية، ولكن علينا أن نتذكر أن مشكلات الخصوبة قد تحدث جراء مشكلات نفسية، كما أن تشخيص الحالة على أنها عقم لا يعني بالضرورة استحالة الحمل. في البداية من الأفضل مراجعة عيادة الرعاية الطبية الأولية أو الطبيب النسائي والتوليد، وعدم التوجه إلى عيادة متخصصة في الخصوبة، إذ قد يتبين أن مشكلة الخصوبة بسيطة، وقد تكون هناك حاجة لمعرفة التاريخ الطبي المفصل وإجراء فحوص مطولة لتحديد الفحوصات التشخيصية المناسبة والاستراتيجية العلاجية الأمثل. بالانتقال إلى عملية البحث عن أسباب المرض، فعادة ما يبدأ الطبيب بسؤال الشريكين عن تاريخهم الصحي واستخدامهم الأدوية، إضافة إلى طبيعة علاقتهم الزوجية. فالرجل مثلاً يخضع لاختباره الأهم، وهو فحص السائل المنوي. فمرض العقم عند الرجال عادة ما يرتبط بصحة الحيوانات المنوية ووظيفتها. أما الأنثى فيتضمن فحصها تحليلاً شاملاً للتأكد من انتظام التبويض لدى المرأة، وما إذا كان المبيض يقوم بعمله بإطلاق البيوض. كما يتم قياس درجة حرارة الجسم يومياً عند الاستيقاظ من النوم من أول يوم من الدورة الشهرية وحتى موعد الدورة الشهرية الثانية. فإذا لاحظت المرأة أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم في النصف الثاني من الدورة الشهرية بمعدل 1.5 درجة المئوية، فهو مؤشر على حدوث عملية الإباضة. كما يتم استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية لتصوير الرحم والمبيض، بالإضافة لأخذ صور شعاعية بعد إدخال مادة ملونة للتأكد من عدم وجود أي انسداد في قناتي فالوب. عندما يحدد الأطباء الأسباب التي تقف وراء العقم من خلال الفحوصات المخبرية، فغالباً ما يتمكنون من معرفة طرق المعالجة اللازمة. وفي حال عجزهم عن معرفة السبب وتأكدهم من صعوبة الحمل الطبيعي، فسيحاول الطبيب معرفة سبب مشكلات الإباضة ومن ثم علاجها. وفي بعض الأحيان قد تسهم هرمونات تحفيز الإباضة أو أدوية العقم في حصول الحمل. وأما النسبة الضئيلة من الأزواج الذين لا يمكن علاج عقمهم، فيمكن الاستعانة بالإخصاب الاصطناعي. نجح الطب الحديث في خلق الكثير من العلاجات لأسباب مرض العقم، فينبغي عليك زيارة طبيبك إذا شعرت بمعاناة من عدم القدرة على الإنجاب وإجراء الفحوصات الشاملة التفصيلية. لا داعي للقلق بعد اليوم، واعمل بنصيحة طبيبك لتكسب حياة جميلة مع من تحب، ليتحقق شعارنا صحتك أولاً.